العرب والحديث عن العلاقات العربية أيضا هذه المرة ما بين مصر وتونس، السيسي والسبسي ومخاطر الطوق الإرهابي. وده مقال للكاتب أمين بن مسعود اللي بيرى فيه أن الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتونس سيكون لها دور هام، وبيحدد أنه بتشترك مصر وتونس في الرؤى في ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة وكاملة للملف الليبي تحديدا. الكاتب بيقول لي هذا الملف اهتمام كبير فيما يخص خطر ما يجري في ليبيا على البلدين تونس ومصر تحديدا، وبيوضح ان الاتفاق الثلاثي اللي نجحت تونس والجزائر ومصر في صياغته لحقن الدم الليبي ووضع المعضلة على سكة الحل، بيرى انه ده سيكون على رأس لقاءات السيسي والسبسي، وسيتم ايضا المراهنة اللي سماها انه رهان الثلاثي الشمال افريقي اللي هو تونس والجزائر ومصر على التسوية السياسية والعسكرية في ليبيا. عفوا، اعتبر الكاتب انه ما اسماها معادلة رابح رابح هي اللي هتمكن خليفة حفتر من رئاسة الجيش الليبي وفايز السراج من قيادة حكومة وحدة وطنية جديدة تنضم اليها وتقبل بها جميع الحساسيات اللي اسمها حساسيات السياسية والمناطقية في ليبيا. وبيقول ان ده سيعطي هيئة صياغة الدستور جرعة من الشرعية الوفاقية لاتمام كتابة فصول الدستور، وبامكان تلك المعادلة انهاء اشكال تضارب وتقاتل عدد من الشرعيات المختلفة السياسية والدستورية داخل ليبيا.